السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي حل أسئلة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي اللي امتحنوا بها طلاب السادس الدور الأول الوزاري 2022. راح نحلها إن شاء الله، تستفادون من هذا الفيديو اللي مأجل أو كمال باللغة الإنجليزية. طبعاً جاوبون على جميع الأسئلة، ماكو سؤال ترك، فقط يعني مثلا إذا 6 نقاط تجاوبون على 5 نقاط. السؤال الأول، القطعة المرئية، تجاوبون بيس أور نو أو تختارون 5، هن 6 وتختارون 5. فخلينا نقرأها ونترجمها. Our teacher said that bike riding is fun and healthy. معلمنا قال إن ركوب الدراجة هو ممتع وصحي. But remember that a bike is not a toy. ولكن تذكر إن ركوب الدراجة هو ليس لعبة. You must following some rules to help you stay safe. Stay safe. يقولك يجب عليك، هنا يجب عليك أن تتبع بعض القواعد لكي على مود تكون آمن. Stay safe، آمن. Before getting on your bicycle you should check that is it is ready to ride. يقول لك يجب أن تشيك الدراجة أنه يعني تقدر تصعد بها، يعني تشيكها قبل لا تصعد بها. نقول before getting، ها قلناها قبل لا تصعد بها الدراجة لازم تشيكها. You should check that is ready to ride. You must wear a helmet to protect. يقول لك protect your head. يقول لك يجب أن ترتدي الخوذة على مود تحمي رأسك. This is very important، وهي جدا مهمة. Tires should be hard not soft. هذه not soft. Brakes are very important because sometimes you need to stop quickly. يقول لك يجب أن تكون يعني شو نقول، يجب أن تكون التيارات صلبة ما بها بنشر، وهي تكون كلش مهمة، لأن بعض الأحيان يجب نحتاج إلى التوقف بسرعة quickly. باوع ستوب كوكري، يعني يجب أن نحتاج في بعض الأحيان التوقف بسرعة. تمام، زين. You can't stop is your brakes hand bars. يقول لك hand bars يجب أن تركب بعناية وتضع يدك على المقابض ال hand bars. You should wear bright colorful clothes so that cars. يقول لك يجب أن ترتدي ملابس براقة، buses and trucks، يعني لا تقول على مود تشوف السيارات والشاحنات can see you. تستطيع أن تشوف الشاحنات والسيارات والباصات. نمبر 1، شوف ستة ما تعرف الترجم. شو تقول؟ Our teacher، طابق الجملة الأولى بالقطعة. Our teacher said that bikes are the best toys. شوف هاي our موجودة، teacher موجودة، said موجودة، that موجودة. شوفوا bike موجودة. شوف قايل لك are the best toy. هنا ما قايل، قايل is fun and healthy. اذا شنو اخلي no، شخلي no. زين. 2،
it's easy to ride a bike because there are no rules. هذه يقول لك النقطة الثانية شو يقول لك من السهل من يعني نقول لك شلون من السهولة ركوب الدراجة بدون قواعد نقول نو شلون بدون قواعد 3 you should always check your bike before you ride it لما هسه قلناها يقول لك لازم تشيكها قبل ركوبها قبل لا تصعد بها اذا هنا ترو يعني شو خلي نو مو ترو سوري يس يس صحيح لازم تشيكها شوف هاي نو نو يس هسه وصلنا النقطه هنا يس هنا يس النقطة الثالثة هسه نشوف النقطة الأولى نو والنقطة الثانية نو والنقطة الثالثة يس رابعة وير colorful clothes when you ride your bike يقول لك الرأس هو أقوى لا هنا نقول يجب أن ترتدي ملابس براقة يجب أن ترتدي نقول لك شلون هذه ملابس براقة عند ركوبك للدراجة وكولرفول اي يجب ان ترتدي ملابس او يعني براقة عند ركوبك للدراجة نقول النقطة الرابعة يس زين خمسة your head is the strongest part of the body يقول لك الرأس هو أقوى شيء موجود بالجسم قول no السادسة you must have good brakes on your bike يقول لك يجب أن تكون يعني شو نقول جيدة البريكس نقول yes نقول يس زين هسه خلصنا السؤال الاول اي فرع بي فرع بي هنا اختيارات يعني اختيارات اي يقول لك جواب يس اور نو يعني ترو فولس هاي من ضمن القطع نقول النقطة الأولى sharp knives must be kept away for young children true or false يجب أن نبتعد السكاكين عن الأطفال نقول شو نخلي true or false true did the هاي نخلي عندنا بالقطعة مال customer يقول لك نخلي يس شو تقولون مثلا اذا شوفوا السؤال اذا يبدأ بأداة سؤال مثلا did او does نخلي لو يس لو نو فنخلي يا اما تقولون يس او تقولون يس اي دو اي did مو دو زين او يس بكيفكم 3 today the buds low flowers لما النقطة الثالثة يقول لك اليوم هم يقدمون بالأعياد شنو يقدمون بالأعياد الزهور نقول flowers زين يعني غير الشوكليت يقول لك هدية فايفرج بريزنت as well as chocolate يعني غير الشوكليت شي يقدمون هم الزهور flowers زين هاي طبعا أسئلة عن القطع القصص الموجودة بالكتاب وين وصلنا النقطة الرابعة paper is all around at the home and the classroom true or false النقطة الرابعة يقول لك هو موجود حولنا بكل مكان اللي شنو الموجود حولنا بكل مكان اللي البيبر نقول
يس يعني نقول ترو، بيبر موجود. زين ذا بريكفاست ستارز، شوفوا هسه هاي الفطائر لما عندكم القصه مالت شو وقت يتناولون الفطور، بالستة ونص؟ لو بالستة لا، يتناولون الفطور بعدكم تمرين بالاكتيفيتي بوك بالستة ونص. The family can هسه الرابعة قلناها الخامسة هسه السادسة. The family can use the laptop different rooms. True or false؟ يقول لك عائلة باسم تستطيع أن تأخذ اللابتوب، تستخدم اللابتوب؟ اي ترو، كانوا يستخدمون اللابتوب. زين هسه السؤال الثاني اي، السؤال الثاني اي اختيارات، نقول لك there are ما دام عندي بدون ما، ها هنا عندنا ترتيب الصفات اللي عندكم بالموضوع، ترتيب الصفات اما اللون او الماده. اذا اول مره نختار، ثاني وحده اللون وبعدين الماده، اللون والماده كولر وبعدين كوتن. اثنين هاو ماني كازنز دو، لو داز عدي يو، ما دام عدي يو نختار دو، لو كانت هنا شي وهي وات كان اختارينا داز. اي هاف يقول لك شوفوا هسه هاي شود لو شودنت، النصيحه يقول لك عنده الم بالمعده ايش نستخدم له، يعني يجب ما عليه يعني شلون نقول الكثير من الحلويات، يعني شلون نقول لك ينصحه، فنقول لك شودنت لازم لا تاكل هيك يعني هالقد حلويات، لان شلون نقول معدتك الم بالمعده. I have ما دام عندي two friends، إذا I إيش نختار لها؟ نختار لها two، نختار لها two، يعني يقول لك أنا عندي صديقين أو أمتلك أو صديقين عندي. زين my cousin، بقى شوف هنا aunt أو but، ما دام عندي كلمة two بالأخير نختار لها شنية aunt الو. my brother went، شوفوا هنا بدون ما تكملون الجملة ما دام عدي likes، إذا إتو لو هي، ما دام عدي likes للمفرد نختار هي. زين هسه هنا الزوج الأسئلة A و B، يقول لك list A و list B. can I help you، هل تستطيع المساعدة؟ ونروح نشوف شنو المساعدة اللي نستطيعها. هنا نقول yes please I'm looking for a dress، هذه C. زين what's your name jobs، what's your mom's jobs، شنو مهنة أمك؟ ما دام عندي هذا mom's نختار she، إذا F يعني F. زين how old is وسام، إيش قد عمر وسام؟ عمر وسام ايش قد؟ شوفوا شنو ايش قد عمر وسام؟ هي از 6، اذا 6 عمر وسام نختار اي. 4 وين يور بيرث داي، وين يور بيرث داي، ايش قد عيد ميلادك بيا شهر؟ ابريل، يعني ايش نختار لها؟ نختار لها اي. الرابعه اي. زين هنا تمام. how old وسام، خلينا نتأكد اي صحيح عنا. زين what's the boy doing، what's the boy doing، شنو يعملون الأولاد الخامسة، ايش يعملون الأولاد اللي هذه he is putting، نختار لها B. واخر شيء ار ذي، ما دام عدي ار نقول لو يس لو اور لو نو، فاذا عدي يس نختار لها يس دي. زين
هسه عندي سؤال الثالث، هذه صندوق مفردات بالصندوق أو نختار لها، هاي تعتمد على المعاني. يقول لك أول هاي التواصل اللي هي communicate، أو IT programmer مبرمج تكنولوجي، وستار النجمة، أو ربر المطاط، أو الكوليكيشن اللي شو يسموها الحاسبات. يقول لك the home، إن هاي نختار لها ستار، ما دام عندي سولار كيل سان، سان الشمس، نختار لها ستار. شلون عرفتها؟ النجوم، النجمة، سان شمس. يقول لك تو الثاني، يقول لك الهواتف الذكية غيرت الاتصالات، فنقول هذه سمارت فونز ار. يقول لك سمارت فونز يعني شنو؟ الهواتف الذكية غيرت الاتصالات اللي هي كوميونيكيت. اذا نختار لها تو كوميونيكيت، زين. 3 car tires are made from، هنا عندي النقطة الثالثة، عجلات التيارات مصنوعة من المطاط اللي هي ريبر. زين، النقطة الرابعة يقول لك a mathematician is a person who makes، يعني شنو؟ الرياضي هو اللي يشتغل، يعني الشخص اللي يشتغل بالحاسبات اللي هي هذه وينها كوليكيشنز، هذه كوليكيشنز. هذا طبعا صعب، هذا عدت الطالب صف سادس ابتدائي وحتى جايبين كلماته كلش صعبة. زين يلا خلينا نشوف. هسه عدي in the future I think، لك بالمستقبل أنا أريد أصير مبرمج تكنولوجي IT programmer. زين هذه النقطة خاف من بينها هذه. زين هنا أيضا زوج يجيبون اثنين، يقول لك I have party لويك، يقول لك I have party اللي هو شنو معناه؟ لديك بارتي اللي أول وحدة نختار هذه. يقول لك to make تصنع شنو؟ الكيك، يعني يقول لك أذهب هنا بارتي. يقول لك send email، طبعا an email اللي هو أرسل الإيميل، يعني use تستخدم، تستخدم النقطة الرابعة هنا scissors المقص، write alicet، alicet اللي هو اكتب alicet، او choose اش تختار، تختار your paper، اي your paper. زين هسه السؤال الرابع، السؤال الرابع التنقيط. التنقيط هنا لحظة، التنقيط حتى التنقيط جايبي صعب على الطالب. اول وحدة يقول لك هاي لازم كابيتال هاي، وش تخلي كمة، يقول لك باسم كابيتال باسم، هاي باسم أو نقطة. بعدين يقول لك how are you، how capital r، جاي سؤال استفهام، how are you today، وخلي علامة استفهام، يعني ما اعتقد طالب سادس ابتدائي يجيبوا له هالقد، يعني هاي ونوب كم وباسم ونقطة وهذه. يلا هسه الفراغات، I myself he himself، هذه شوية سهل جايبي، بس اكو شيء سهل واكو شيء صعب.
هارد، هاي طبعا الصعب سهل الخفيف، هاي المعاكسات اللي كتبتكم عنها اللي هي thick. هاند هاند توث، هاي تيث اللي اضافت اي اس هنا قاعدة شاذة، توث يصير تيث، مو عبالكم كلها يصير اي اس او اس. نايز فار فارذر، فار ذر هاي قاعدة شاذة يعني شاذة. وي ار وير ليتس، هذه جايبيها شوية صعبة الاختصارات فنخلي ليتس. زين دكتور دكتور باس درايفر اللي هي هذا الطرق سائق الباص اللي هو رودز الطرق. زين بقالنا الانشاء، الانشاء جايبين write about yourself and your family، اكتب عنك وعن عائلتك. write about a present you are going to buy اكتب عن هدية سوف تشتريها. هاي عيني ان شاء الله تستفادون من هذا الفيديو حل اسئلة اللغة الانجليزية سادس ابتدائي، ان شاء الله التوفيق.